أهلا بكم من جديد. بدأت في الرياض اليوم أعمال مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية خلال السنوات العشر القادمة الذي تنظمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برعاية وزراء الصحة والاقتصاد والتخطيط والعمل والتعليم والخدمة المدنية. يمثل المؤتمر أهمية كبيرة للقطاع الصحي، حيث يستشرف المستقبل ويضع خارطة طريق نحو الاستفادة من الكوادر الصحية الوطنية ورفع كفاءة مخرجات الكليات والجامعات الصحية وموائمة مخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للطلبة المتوقع تخرجهم خلال السنوات العشر القادمة في مرحلة البكالوريوس. حول الدراسة التي قدمتها الهيئة العامة للتخصصات الصحية، أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الدراسة قام على إعدادها كفاءات متميزة دون الاستعانة بأي شركة استشارية خارجية. دراسة متميزة وهيكلة رائعة، يعني تبدو يمكن أفضل دراسة عملت على واقع القوى العاملة في مجال الصحي، والجميل حقيقة أنها عملت بكفاءات من الهيئة بدون استعانة بأي شركة استشارية خارجية. وحول أعمال مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية، ينضم إلينا من هناك من مقر انعقاد المؤتمر مراسلنا تركي الماضي. تركي، أهلا بك معنا، ما الجديد لديك وكيف تسير جلسات هذا المؤتمر؟ شكرا لزملاء في الاستديو ومشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم معنا هنا من فندق الكراون بلازا بمدينه الرياض، حيث نواصل تغطيتنا المباشره لفعاليات واحداث مؤتمر واقع القوى الصحيه السعوديه خلال العشر السنوات القادمه. للحديث اكثر عن المؤتمر، يسرنا في هذه اللحظات ان نستضيف معنا الدكتور محمد السلطان، نائب الامين العام للشؤون التنفيذيه. دكتور محمد، اهلا بك. اهلا بكم، حياكم الله، وفرصه سعيده، ونقول مساء الخير المشاهدين. دكتور محمد، بداية بدنا لو حدثنا عن الجلسات التي تخللها هذا المؤتمر، الجلسات الفائتة، عناوينها، محاور النقاش. جميل، الحقيقة المؤتمر هو عبارة عن قطاف لعمل ثلاثة أشهر ماضية. خلال الثلاثة أشهر الماضية قامت خمس لجان متخصصة كل في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة والعلوم الطبية والتمريض. في كل لجنة من هذه اللجان كان هناك 50 عضو منتخب من المملكة، يمثلون قطاعات مختلفة، يمثلون مناطق مختلفة، ويمثلون أيضا مستويات تدريبية مختلفة. اجتمعوا خلال ثلاثة أشهر الماضية عدة لقاءات، وخرجوا بتوصيات دعمتها الهيئة ببحث استقصائي لواقع القوى العاملة السعودية بناء على بيانات من وزارة العمل، بيانات من وزارة الخدمة المدنية ومصلحة التقاعد، التأمينات الاجتماعية، المسجلين في الهيئة، الجامعات. كل هذه جمعت بطريقة إحصائية علمية قدمت للمجتمعين في ورش العمل في الثلاثة أشهر الماضية، وخرجنا بالتوصيات التي يعني استعرضناها اليوم بشكل علمي أنيق جدا، قدم بحضور الحقيقة يعني جمع من معالي الوزراء، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وزير الخدمة المدنية معالي الأستاذ سليمان الحمدان، معالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص. الحقيقة يعني شرفوا لقاءنا وأثروه، لأنه كان اللقاء ليس إنشائي، وإنما قرأت عليهم التوصيات وتم طرحها عليهم ووضع خطة عمل لمتابعة هذا الأمر. تم الحمد لله تكليف فريق متخصص بإدارة المشاريع ليتابع تنفيذ هذه المشاريع ولبناء والاستمرار بتحديث البيانات التي جمعت خلال الثلاثة أشهر الماضية. دكتور محمد، ماذا عن المرونة في التعامل أو التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وزارة العمل، الخدمة المدنية، الجهات المشاركة في هذا المؤتمر؟ أنا يعني أقولها وبلا مجاملة أو تنميق إعلامي، ما رأيناه اليوم ينم عن مستوى آخر من الأداء، مستوى يمثل المملكة الحديثة 2020 و2030. دكتور محمد، شكرا جزيلا لك. العفو، وأنا شاكر لكم، والحقيقة يعني أغتنم هذه الفرصة أقول شكرا للإخبارية، شكرا لقنواتنا التي سلطت الضوء على موضوع حساس ومهم وحيوي لنا جميعا. شكرا لكم.
إذا مشاهدينا الكرام كان معنا الدكتور محمد السلطان نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية، هذا ما لدينا حاليا وسنواصل إطلاعكم على المزيد إن شاء الله خلال النشرات القادمة. أنا أشكرك جزيلا الشكر، كنت معنا مراسلنا تركي الماضي، شكرا ولضيفك الكريم.